بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد من سلسلة حلقاتنا في شرح منهج الأحياء للصف الحادي عشر بدولة الكويت. في حلقات سابقة يا شباب اتكلمنا مع بعض عن تركيب النبات بصفة عامة، اتكلمنا عن تركيب الساق وتركيب الأوراق وتركيب الجذور. النهاردة هنيجي مع بعض لآخر مكون من مكوناتنا، وهي الأزهار والبذور والثمار. طيب تعالوا كده مع بعض يا شباب نشوف عندنا الصورة دي ونطلع منها ببعض المعلومات. إيه اللي موجود عندنا؟ ولا دي شجر البرتقال. طيب إيه اللي موجود فيها؟ اللي ممكن نلاقي عندنا في حاجة اسمها أزهار، والأزهار دي بيكون عليها حشرات. طيب الحشرات دي بتعمل ايه؟ الحشرات دي مهمتها عندنا بتقوم بعملية مهمة جدا ومن غيرها ما نقدرش نعيش. الحشرات ايوه، بالذات النحل والحشرات وبعض الطيور، وهي عملية التلقيح. ان احنا عندنا في عملية التلقيح تقوم الحشرات بنقل حبوب اللقاح لإتمام عملية التكاثر. يعني النحل لو مش موجود مفيش تكاثر في النباتات، فبالتالي لن يتم تكوين الثمار ولا البذور، وبالحالة دي النباتات قد تنقرض. طيب هنيجي مع بعض بعد شوية هنعرف مع بعض ازاي عملية اللقاح بتتم، ازاي الاخصاب بيتم. بس نعرف مع بعض حاجات بسيطة كده، ان احنا عندنا الثمار خلاص شفناها، عرفنا ان في عملية اسمها عملية التلقيح، عملية اسمها عملية الاخصاب، وفي عندنا الثمار، والثمار بيكون بداخلها البذور. يعني البرتقال لما نقصها بالسكين او نفتحها بالسكين او نقطعها نيجي نبص نلاقي جواها بذور. التفاح جواه بذور، المانجا جواه بذور، الخوخ تمام، الطماطم، الخيار، كل ده عندنا نباتات بتحتوي على بذور، والبذور من غيرها ما نقدرش نزرع النباتات للاجيال القادمه. تعالوا كده مع بعض يا شباب نشوف بعض المصطلحات اللي نكون بعضنا عارفها قبل كده، لان هي معلومات اخذناها قبل كده في متوسط، فنعيدها على السريع كده مع بعض ونشوفها، وبعضها خلاص لسه مرتبط معنا في الذهن. قال لي اول حاجه عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهريه. عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهريه، النباتات الزهريه عندنا يا شباب بتحتوي على عضو مهمته التكاثر. مين العضو ده؟ ها اسمه نبات زهري، يبقى عنده زهر. برافو عليك، تمام كده، يبقى اول حاجه عندي الزهره. طيب نيجي رقم اتنين، الامشاج المذكره. اخذنا قبل كده كلمه مشيج مسكر ومشيج مؤنث. ها المشيج المذكر وهي حبوب اللقاح. طب المشيج المؤنث وهي البويضات، صح كده؟ طيب يبقى عندنا حبوب اللقاح اللي هي الامشاج المذكره، والامشاج المؤنثه اللي هي البويضات او البيض. نيجي مع بعض عندنا بالنسبه للعمليه بقى، ان حبوب اللقاح تتنقل من نبات وتروح لنبات اخر باي طريقه. هنعرف مع بعض الطرق بتاعتنا، قد تكون بالحشرات بالهواء على حسب الطريقه، تمام. عمليه انتقال حبوب اللقاح من ده لده ايا كان من اللي نقل، بس انتقالها بس بنسميها تلقيح. انتقالها بس بنسميه ايه؟ تلقيح، تمام كده. يبقى انتقال حبوب اللقاح بنسميه التلقيح، لكن لما يقول لي اندماج، اتحاد، تمام، يبقى انا كده اتحد المشيج المذكر مع المشيج المؤنث، يبقى اسمه اخصاب. طيب يا استاذ انا كده بضيع ما بين الاثنين، مش قادر اميزهم. تعالى بالراحه كده، انا جيت من اخصاب ازاي؟ ما انا في الاصل كنت ايه؟ حيوان منوي من والدي وبويضه من والدتي. الحيوان المنوي اتحد مع البويضه اصبح في جنين اتولدت، يبقى انا جيت من عمليه اخصاب. لكن هل يا ترى هل والدي مثلا كان المره دي بس اللي عمل فيها عمليه اخصاب؟ لا، في مرات تانية بس ما كانش الحيوان المنوي ممكن يوصل، كان في الوقت ده ما كانش فيه بويضات، تمام كده؟ يبقى الحيوان المنوي لما كان موجود في الأعضاء التناسلية الأنثوية يبقى في المرحلة دي بنسميه تلقيح. حبوب اللقاح أو الحيوانات المنوية وصلت، لكن هل قابلت بويضة؟ مش شرط. قابلت بويضة يبقى حصل إخصاب. طب لو ما حصلش تقابل بينها وبين البويضة يبقى اسمه تلقيح. يبقى انتقال حبوب اللقاح ان هي توصل للاعضاء التناسليه الانثويه ده اسمه تلقيح. وصلت للبويضه ما وصلتش مش مشكلتي، انا عندي ان حبه اللقاح وصلت للاعضاء التناسليه الانثويه، خلاص كده اسمه تلقيح. الحيوانات المنويه وصلت للاعضاء الانثويه، تلقيح، تمام. يبقى وصول المذكر للمؤنث باي كان الطريقه تلقيح، لكن لما يبقى اندماج، اتحاد، الاثنين مع بعض يبقوا حاجه واحده، حيوان منوي يدخل البويضه او حبه اللقاح تندمج مع خليه البيضه، تمام، يبقى في الحاله دي اسمه اخصاب. فجاي بيقول لي عمليه اندماج الخليه المذكره اللي احنا قصدنا عليها اللي هي من شويه حبوب اللقاح مع الخليه البيضيه اللي هو بتاعه البيض، الاثنين مع بعض في الظهره، تمام، وده طبعا بعد التلقيح، لان انا عندي التلقيح الاول اللي اخصاب، ومفيش اخصاب بدون تلقيح. ازاي يعني الحيوان المنوي او البويضه
او حبه اللقاح هتبدا تنقسم من غير حبه اللقاح. في حالات شاذه موجوده بس مش في المناهج عندنا، تمام، زي المن وزي النحل في بعض الحالات، لكن مش مطلوبه مننا. لكن احنا اندماج مذكر مع مؤنث على طول، يبقى انا كده بتكلم عن الاخصاب. اسمه ايه؟ الاخصاب. طيب نيجي مع بعض، ناتج اندماج لما الاثنين يندمجوا مع بعض، المذكر مع المؤنث الاثنين يبقوا حاجه واحده، يبقى انا كده بتكلم عن زيجوت او لاقحه، والاسم ده اتكرر معانا قبل كده في متوسط لو انت متذكر الكلام ده، تمام، واتكرر معانا في عاشر، تمام، في الانقسامات. يبقى احنا دلوقتي عندنا مع بعض ان الاندماج بتاع المذكر مع المؤنث، الخلايا المذكره مع الخلايا المؤنثه الاثنين يتحدوا مع بعض، يبقى انا كده بتكلم عن تكوين الزيجوت، يبقى انا كده بتكلم عن الناتج. لو انا بسال عن العمليه نفسها اسمها اخصاب، لكن الناتج اللي طلع من اتحاد الاثنين بنسميه زيجوت او بنسميه ايه؟ لاقحه، واحيانا كنا بنسميه بويضه مخصبه. وصل كده يا شباب؟ يعني الثلاثه نفس المعنى، بس الاسم الشائع بنسميه لاقحه عشان حصل بعد التلقيح، وزيجوت ده الاسم الاجنبي الخاص به. تركيب تكاثري يتكون من جنين النبته وغذاء المدخر، وده اللي احنا بناكله غالبا. بتاكل حب لب؟ باكله. بتاكل فول سوداني؟ ايوه. هات الفول السوداني كده واقسمه، هتلاقي عندي فلقتين، صح، في حته صغيره كده في النص ما بين الفلقتين، خدت بالك منها قبل كده؟ اهو ده الجنين. امال الفلقتين دول الاكل بتاعه. يبقى انا عندي الجنين وغذائه المدخر، جنين وغذائه المدخر، الاثنين دول مع بعض. طب اللي انت اكلتها دي اسمها ايه؟ بذره فول، ماشي، بذره حب دوار شمس، بذره حب كذا، فستق، لوز. يبقى احنا الحاجات اللي احنا بناكلها ديت كلها في الغالب بيكون بذور، ديت اصلا عباره عن جنين وغذاء مدخر، لان انا في الاصل لو ما كنتش طهيتها في النار وحطيتها في قلب التراب هتنبت وتطلع عندي شجره جديده. واضح كده الفكره؟ يبقى تركيب تكاثري يتكون من جنين النبته وغذاء المدخر، ده اللي هي عندنا مين؟ البذره. طيب البذره دي غالبا يا شباب بتكون طالعه داخل تكوين بنسميه الثمره. البذره غالبا بتكون طالعه جوه تكوين الثمره، يعني زي ما قلت لك من شويه في بدايه الحلقه بتاعتنا ان التفاح جوه بذر، يبقى ثمر التفاح داخلها بذر، ثمر البرتقال داخلها بذر، ثمرة مانجا داخلها بذرة واحدة، ثمرة طماط داخلها بذر، ثمرة خوخ، ثمرة خيار، أي نبات في الغالب بيكون بداخله بذور. في بعض النباتات ما فيهاش، تمام، زي مثلا الموز. شفت الموزة بذرة قبل كده؟ لا، تمام. طيب إيه تاني اللي ملهوش؟ البطاطس شفت لها بذرة قبل كده؟ برضه لا. واضح كده يا شباب؟ البصل شفت له بذرة قبل كده؟ ليه بذر؟ بذر اسود كده عامل زي حبه البركه، تمام. طيب ودي من الحاجات النادره اللي يعني مش ما حدش يعرفها للناس دي اللي شافت البذور او زرعتها قبل كده، فده يعرف ان البصل دي بذور ايه؟ صغيره. طيب نيجي عندنا تركيب يحب البذور ويحميها ويساهم في انتشارها. يحب البذره ويحميها ويساهم في الانتشار. طيب يحب البذره وانت قلت لنا الثمره، طب يحميها؟ ايوه، ما هو بيحميها طول ما البذره جوه الثمره محميه. ويساهم في انتشارها؟ ايوه، يساهم في انتشارها ازاي؟ ما هو انا دلوقتي لما يكون مثلا وليكن فيل معدي على شجره فيها فاكهه، خد له واحده واكلها، البذره احيانا بيكون عليها قشره صلبه، تمام، دخلت الامعاء بتاعته ما هضمتش البذره، الانزيمات اللي في الامعاء ما قدرتش تهضم البذره عشان القشره الصلبه اللي عليه، فتطلع عندي سليم. بتحصل مننا احيانا، بعض الجهال الصغار ممكن بياكل الحب من غير ما يقدر يكسره باسنانه فبيبلعه زي ما هو. هل امعاءه تقدر تهضمه؟ طول ما عليه القشرة الصلبة ما يقدرش أمعاءنا تحلل السلوز الصلب اللي بيكون موجود عليها من بره على القشرة، فبالتالي بتطلع عندنا عزكم المولى من البراز، تمام، زي ما هي سليمة بدون أي تغيير، لأن الإنزيمات لم تكن بأي شيء فيه. واضح كده الفكرة؟ فيبقى حامل البذرة. طيب الفيل بتاعنا ولا الطائر اللي بياكل ثمار أكل الثمار والبذرة دخلت أمعائه وما اتهضمتش، بعد شوية طاير، بعد شوية بيتمشى، نزل البراز عزكم المولى على التراب، اجى بص عليه بدا يطلع على شجره جديده، يبقى كده ساهم في الانتشار ولا ما ساهمش؟ ساهم، لان هو لو كان بذره بس ما كانش الحيوان هياكلها، لكن هو اكلها عشان هي بداخل الثمره، فبالتالي ساهم في انتشارها. يبقى تركيب يحب البذور ويحميها ويساهم في انتشارها، يبقى احنا بنتكلم كده عن الثمره.
طيب تعالوا مع بعض نشوف طرق انتقال حبوب اللقاح وناخد بالنا عشان نفس الحاجات دي هنكررها كمان شويه. حبوب اللقاح ممكن تتنقل بكذا طريقه عندي. اول طريقه الرياح، يعني حبوب اللقاح ممكن تتنقل بالرياح. ايوه قول لنا مثال. النخيل، بعضنا ممكن يكون شاف مزارع قبل كده وشاف بعض الاشخاص بيتسلقوا النخل، بالذات عندنا مثلا وليكن في مصر بيكون في نخيل عالي على عكس مثلا هنا البرحي بيكون قصير في قلب الشارع بتميل ايدك وتاكل وانت واقف. تمام، في اشجار نخيل بتكون مرتفعه، فبيكون بعض المزارعين عنده الاشجار قليل عددها بسيط، ما عندوش حلال كبير زي ما احنا بنشوف في بعض الناس، ربنا يبارك ويحفظ يا رب، عندهم مزارع كبيره فيها بالالف نخله 2000 10000 كميات كبيره. فلما يكون عندي النخيل كميات كبيره، النخل واقف جنب ايه، جار بعضه واحده جنب التانيه، ادا ذكر وادا مؤنث، والهواء يجي فيهز النخيل فتبدا حبوب اللقاح تقع من الجانب ده وتطير في قلب الهواء، الهواء ينقلها للجانب الاخر، فلازم تكون عندي خفيفه عشان الهواء يقدر ينقلها. فتره الربيع بعضنا بيجي له حاجه اسمها رمض ربيعي، فلما يقول الدكتور هو انا بيجي لي الرمض في الربيع ليه يا دكتور؟ يقول لك عشان فتره الربيع بيكون حبوب اللقاح منتشره. بعض الناس بيجي له مشاكل في حساسيه الصدر في فترة الربيع برضه عشان حبوب اللقاح بتكون منتشرة في الفترة دي، وطبعا هتظهر مع الناس اللي عايشين في مناطق فيها نباتات، لكن الناس اللي بيكون عايشة في مناطق ما بيكونش فيها نباتات فبالتالي فرصة ان يصاب بالامراض دي هتبقى منخفضة عندي جدا. طيب نيجي مع بعض عندنا، ده بالنسبة للريح فلازم تكون خفيفة الوزن عشان تقدر تشيلها. الماء، هل ممكن يتم تلقيح من خلال الماء؟ قال لي ايوه، في نباتات عايشة في المية، نبات عايش في الجانب ده ونبات عايش في الجانب ده، حبة لقاح تطلع من هنا تتحرك مع المية، فلازم تطفو فوق المية لأن لو ما طفتش هتغطس، تمام هتغرق. لا تقدر تطفو فوق المية، يجي النبات التاني التركيبات الأنثوية بتاعته تكون جاهزة، على طول يحصل انجذاب ما بين المشيج المذكر والمشيج المؤنث، فبالتالي لازم يكون لها القدرة على الطفو. الحشرات، وطبعا عارفين الحشرات، وأول حلقة اتكلمنا مع بعض على زهرة الأوركيد وعرفنا إن هي كانت تشبه ملكة النحل في الشكل في اللون في الرائحة، وبالتالي جذبت الذكور لإتمام عملية التلقيح. هو الذكر اللي هيلقحها؟ لا، هو الذكر اللي هيقوم بنقل حبوب اللقاح من غير ما يعرف، قاعد يلف حوالين الزهرة في اعتقاد ان هي انثى عشان يجذبها، فتقوم حبوب اللقاح تلزق على جسمه، بعد ما يتأكد ان هي مش انثى وتضحك عليه يسيب النبتة دي ويروح على نبتة تانية يضحك عليه هناك برضه، بس حبوب اللقاح اللي على جسمه تبدأ تقع على الزهرة التانية. وده عندنا شكل النحله اللي احنا عارفينها. تمام، ولو انت فتحت جوجل هتلاقي عندك اشكال كتير للنحل وهو بيحمل حبوب اللقاح على الارجل بتاعته، فبالتالي تكون حبوب اللقاح خشنه عشان تقدر تلتصق بالجسم بتاعه. طيب كائنات اخرى، ممكن تكون طيور، ممكن تكون حيوانات، تعال نقول بعض الطيور زي طائر الطنان. طائر الطنان بيمص رحيق الازهار، الاقي طائر الطنان عنده منقار طويل ويقوم جايب المنقار بتاعه ومدخله جوه الزهره، حبوب اللقاح جت على المنقار، خلص الزهره دي راح لزهره تانية نفس الوضع، فحبوب اللقاح اللي عنده تتنقل للزهره التانية، يبقى كده ساهم في انتشار حبوب اللقاح واتمام عمليه التلقيح. ادي عندنا اربع طرق وهناخد الاربع طرق تاني بعد شويه، بس في حاجه تانية علل. النباتات بتنتج كميه كبيره من الحبوب عشان يجي لك شويه منهم في عينيك فيتعبوا لك يجيبوا لك رمض، او يجي لك شويه في صدرك فيتعب لك صدرك. لا مش عشان كده، الفاقد عندك كبير. يعني مثلا كمثال الانسان، الانسان الذكر بيطلع 300 مليون حيوان منوي في المره الواحده، محتاجين منهم كام؟ واحد عشان تطلع انت او انا معايا، عشان انا او انت نطلع كان طالع من الوالد 300 مليون حيوان منوي، قد يقل شويه قد يزيد شويه، تمام مش مشكله، لكن شوف كم مليون مقابل ان انا محتاج منهم واحد. طب ليه؟ لان الفاقد عندي كثير، في كميه كبيره ممكن تموت في الطريق. فكذلك حبوب اللقاح، لما احنا قلنا في النخيل، النخيل بيصنع كميه كبيره من حبوب اللقاح على اساس ان هو لما الهواء هيهزه في كميه ممكن توصل وفي كميه كبيره هتقع، فيبقى انا كده اضمن ان يحصل في عندي تلقيح واخصاب. فبيقول ليه النباتات بتنتج كميه كبيره من حبوب اللقاح؟ فبقول له ضمان حدوث عمليه التلقيح. طيب تعال نشوف وظيفه الزهره، انتاج الامشاج، خلاص كده عرفنا مع بعض ان الزهره بتاعتنا بتنتج حبوب اللقاح بتنتج الخلايا البيضيه او البيضات. علل صعوبه تكاثر النبات عن الحيوان وكيف تغلبت على ذلك. ليه التكاثر عند النباتات صعب على عكس الحيوانات؟ رايك ايه؟ انا عايز اتكاثر، هفضل قاعد في مكاني؟ لا، هروح للحاج، يا حاج عايز اتجوز، في حد قدام عينيك؟ عايزك انت اللي تنقيلي حاجه كده على ذوقك.
تمام، يتقص ويشوف بيت كويس، وبناء عليه نروح نطلب إيديهم ونتجوز. يبقى أنا ممكن أتنقل من مكان إلى آخر من أجل الزواج، ممكن أسافر دولة تانية أتجوز منها من نفس البلد بتاعتي من محافظة تانية، مفيش مشكلة. يبقى أنا ليا القدرة على التنقل للبحث عن الشريك، تمام. لكن بالنسبة عندنا ليه النباتات، النبات أنا زارعه عندي في قلب البيت عايز أتجوز، هيروح عند الجيران؟ ميقدرش، ثابت في مكان. واضح كده يا شباب؟ فبنقول النباتات ثابتة في موقع واحد ولا يمكن الانتقال، لذا أصبح عندها التكيفات إن هي مثلا حبوب اللقاح بتاعتها تقدر تنتشر بالطرق اللي احنا قلناها فوق، تمام، من مكان إلى آخر. واضح كده؟ فممكن حبوب اللقاح تنتشر عن طريق الرياح، عن طريق المياه، عن طريق الحشرات، عن طريق الكائنات. ألاقي طائر جاي لي من مكان عشان ينقل حبوب اللقاح من زهر التانية. النحل ممكن يوصل المدى بتاع الحركة بتاعته أو الطيران من 7 ل 10 كيلو. متخيل معايا المساحة قد إيه؟ يعني يعمل قطر دايرة الخلية بتاعته من عند الملكة أو الصندوق اللي هو عايش فيه أو المكان اللي عايش فيه، دايرة بمساحة 10 كيلو، يقدر يطلع ويلف المسافة دي كلها، ياخد اتجاه رايح راجع ما يتوهش. ربنا عطيله مخ يحفظ الطريق ازاي. انت لو طلعت في طريق من غير الجي بي اس في ايدك بتتوه، دخلت شارع غلط ممكن تسأل اي حد. انما بالنسبة للنحلة سبحان الله، تمام، فبالتالي بتطلع وتلف لحد ما تشوف حقل فيه ازهار، تمام، وبناء عليه تحدد بعلامات جغرافية. لحد الآن العلماء قاعدين بيدرسوا في الكلام ده، ازاي التكنولوجيا اللي موجودة في قلب رأس الكائن الصغير ده قادر تحدد كل الكلام ده وتطير المسافات دي كلها عشان تتم عملية التلقيح، وترجع للخلية تقول لهم يا خلية أنا لقيت حقل موجود فيه نباتات أزهرها كذا شكلها كذا، وبناء عليه يبدأ يطلع الشغالات معاها وكلهم يجروا عشان خاطر يجمعوا اللحيق، وفي نفس الوقت بيتم عملية انتقال حبوب اللقاح. كل دي تكيفات عملتها النباتات من خلال إن لونها بقى جاذب للحشرات، بنلاقي اشكال كثيره جدا الحشرات بتنجذب ليها، حتى احنا كمان بننجذب للازهار من الوانها. اروح عند بتاع الورد ونشوف الاقي ورد احمر، ورد اصفر، ورد بنفسجي، بنجذب للالوان. حتى الرائحه برضو جذابه، فكذلك دي تكيفات عند الزهره لجذب الحشرات لاتمام عمليه التلقيح. واضح كده يا شباب؟ طيب نيجي مع بعض عندنا طرق نثر البذور. ازاي ننشر البذور او ننقلها من مكان لاخر؟ نفس الفكره اللي قلناها في حبوب التلقيح او في نقل حبوب اللقاح، هم نفسهم ممكن برضو يمشوا عندنا. الرياح، ان ممكن يكون عندنا بذره تكون خفيفه، تمام، البذره دي يا شباب بيبقى لها بعض التركيبات مع الهواء، يبدا الهواء ينقلها من مكان الى اخر، فلازم تكون خفيفه الوزن. الماء، بعض البذور نباتات بتكون عايشه على الشط مثلا، يقع منها الثمره بتاعتها على الميه، تبدأ تطفو على المية وتتنقل، تيجي توصل لجزيرة تانية ألاقي الجزر طلع عليها أشجار. ما هو إزاي انتشرت الجزر أو النباتات اللي انتشرت على الجزر؟ محدش زرع فيها حاجة، لكن النباتات انتشرت عليه. ما هو بسبب حاجات زي دي، إن كان عندي جزيرة والبذور بتاعتها وقعت في المية، المية نقلتها، فضلت تتحرك مع تيارات المية لحد ما وصلت لجزيرة تانية أو أرض صلبة، بدأت تنبت على الجزر التانية، تمام، فبالتالي يمكنها الطفو. حشرات، وعرفنا إن الحشرات عندنا برضه ممكن بذورها تكون خشنه فتلتصق في بعض اجسام الحشرات او الحيوانات، تمام، يعني الحشرات بتبقى قليله شويه بس ممكن نحط الحيوانات، يعني مثلا وليكن الناس اللي بترعى الاغنام في قلب الصحراء مثلا، ممكن بيجي عندنا على النبات الاقي نباتات فيه اشواك خشن فيبدا يلتصق في الصوف او بالجلد بتاعه او بجسمه، وبالتالي ممكن يبدا ينتشر عندي، تمام. كائنات اخرى زي الطيور والحيوانات زي ما احنا قلنا في التغذيه ممكن ياكلوا ثمار يكون فيها بذور وبالتالي برضه ممكن تنتشر. الجزء ده يعني عندنا في قلب الكتاب هو اضافه من عندي بس تبقى معلومه ليك عندك. كل ده عندنا بالنسبه لطرق نشر البذور. علل تكيف بذور النباتات مما يساعدها على الانتشار، فعرفنا ان ده بيساهم في نثر البذور وانتشارها الى اماكن اكثر اتساعا للحفاظ على النوع، تمام كده. يبقى انت كده بتحافظ على النوع بتاع النباتات. بعض البشر مثلا احيانا ممكن يكون مسافر في دوله معينه عجبه ثمار او فاكهه اكلها، تمام، يبدا يجيبها ويحطها في اي دوله جديده او يزرعها فيها. المانجا مثلا عندنا احد المشاهير الموجودين عندنا في مصر، كان نفي الجزيره لاحد الجزر، تمام، كان معارض سياسي في الدوله وتم نفيه لاحد الجزر، اكل المانجا هناك واعجب بطعمها، بعت البذور بتاعتها لاحد الاعيان اللي كان موجودين في مصر في الوقت ده، كان عنده عزبه كبيره، وبعت له البذور، اتزرعت المانجا في مصر، انتشرت وبقت مصر من ضمن الدول المصدره للمانجو، تمام. انتشار البذور، يعني البشر ممكن تساهم في انتشار البذور، ممكن ان احنا نجيب البذور من مكان ونزرعها في اماكن اخرى، فده بيساهم في انتشار البذور وبالتالي بنحافظ عليها من الانقراض.
كل مزرعة النبات يبقى الانقراض بتاعه يكون عندي صعب. انواع الثمار على حسب البذور يا شباب ممكن نقسمها بحسب عدد البذر اللي فيها، فممكن تكون واحدة البذرة، يعني الثمرة نفتحها نلاقي فيها بذرة واحدة، تمام، زي الخوخ زي المشمش زي المانجو. ممكن تكون عديدة البذور زي الطماطم، نفتحها نلاقيها مليانة بذور، الخيار، الرمان، كل ده عندنا في كمية كبيرة من البذور. بكده يا شباب نكون وصلنا مع بعض لنهاية الحلقة الخاصة باليوم. أتمنى أكون استفدت من المعلومات اللي احنا قلناها. اعمل شير للفيديو لكل حبايبك، خليهم يستفيدوا من المعلومات. تمنياتي لكم بالتوفيق في رعاية الله، مع السلامة.